اهلا بكم احبتي المشاهدين بحلقتنا الجديده من برنامج تراث الموصل. هذه الحلقه خصصناها عن المناسبات الشعبيه في مدينه الموصل. حقيقة مدينة الموصل مثل ما ذكرنا الاحتفالات بالمناسبات العامة ما ظهرت قبل 10 سنين أو 20 سنة أو حتى قبل 100 سنة، أقدم من ذلك بكثير، بل نستطيع أن نقول منذ عهد الآشوريين كانت أهالي نينوى يحتفلون بهذه المناسبات. فيما يخص مهرجان الربيع كلتنا نعرف أنه يعني ولدت هذه الفكرة بمقالة كتب شخص موصلي محمد نوري العباسي، يعني دعا فيها إلى إحياء مناسبة كانت موجودة في زمن الآشوريين اللي هي عيد رأس السنة الآشورية أكيتو. يعني أهل الموصل عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم مكانة خاصة، ومولد النبي له نكهة خاصة، يعني حتى كان الوالي يشارك بها. أحمد كحيل العيني طول العمر ويسني ينغم شعر بيني